أكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تطابق الرؤى ووجهات النظر بين مصر والسودان تجاه التحديات والتهديدات الأمنية بالمنطقة. وخلال لقائه الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية الذي يزور مصر لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، أعرب رئيس الأركان عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في جميع الموضوعات العسكرية والأمنية. من جانبه أشاد رئيس الأركان السوداني بجهود مصر المكثفة لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في جميع دول القارة الإفريقية.